صارت عندنا طبعا المشاكل الحرب يعني تهجرنا 4 سنوات عن المخبز ورجعنا وللأسف المخبز مدمر. أنا بتأسف على هيك مخبز وبزعل عليه كما أزعل على ابني إنه هذا المخبز أنا ربيان فيه. فرحت كتير. أنا بتمنى الخبزة هاي دائما متوفرة بها الفرن وعلى مدار الساعة. يعني الفرن أنا بتمناه ما بوقف حتى يغطي كل المجتمع.